الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا ركوبز دوام تابس هم الله حديث بس بيعمر بس صلى الله عليه وسلم ات إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رمضان أي كليش جنات شكلها أشلا جهنم شكلها يابلا هم شيطان نرنش البرلارها بغولار.